وقال المحافظ إننا ندرك أن الوضع في البلد يتراجع حتى في شبكات الإعلام التي لا يوجد فيها قصص نجاح بسبب الفساد الذي يقف خلفه عدم وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب، إضافة إلى ملف الرشوة. لهذا إذا أردنا النهوض بالعراق يجب أن نتخلى عن هذه القضايا، وهذا أمر ليس سهل. أخوانا، اليوم احنا ندرك بأن الوضع يتراجع عندما نرى قصص الفساد في شبكات الإعلام أكثر من قصص النجاح. ليست هناك قصص نجاح ويشار لها بالبنان، هنالك قصص فساد. بالتالي كل المنظومات التي وجدت في العراق بسبب أولاً عدم اعتماد الرجل المناسب في المكان المناسب، واعتماد الواسطة والرشوة، أدت إلى أن يرجع المجتمع إلى الخلف. لذلك عندما نريد العراق أن ينهض يجب أن نتخلى عن هذه القضايا، وهذا الأمر ليس سهل جدا، لأن من يريد أن يعارض التيار سيكون أمام تيار معاكس قوي جدا. لذلك السلطة الرابعة يجب أن تقوم بعملية تحقيق ونقل للحقيقة كما هي. الفساد في المؤسسات يقابله أيضا هنالك فساد في الإعلام، هنالك من يرتشي ويزور الحقائق. لذلك العملية تكاملية في إدارة الدولة.